أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم ثنايا الخبر. عاد اليوم الأربعاء نحو 500 لاجئ سوري من مخيمات عرسال الشمالية شرق لبنان إلى بلدة عرسال أو إلى بلدة عرسال الورد في القلمون الغربي في ريف دمشق، وذلك بعد نحو شهر من عودة 200 شخص إلى البلدة، تنفيذا لاتفاق يقضي بعودة نحو 120 عائلة سورية من عرسال إلى القلمون. وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله دعا الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع نظام الأسد لعودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا، وأشار في كلمة متلفزة أمس الثلاثاء إلى قرب انطلاق معركة للجيش اللبناني وميليشيا حزب الله في جرود عرسال على الحدود اللبنانية السورية. يأتي ذلك بعد أسبوع دام استشهد خلاله أكثر من 10 لاجئين سوريين، بعضهم بسبب التعذيب، واعتقل المئات منهم نتيجة عمليات للجيش اللبناني في مخيمات عرسال، إضافة إلى احتراق عشرات الخيم في ظروف غامضة. أين المجتمع الدولي من الضغوط على هؤلاء العزل اللاجئين الهاربين من الموت بغية إرجاعهم إلى كنف الأسد، وكيف سيكون مصيرهم هناك؟ سينضم إلينا للنقاش في حلقة اليوم الأستاذ خليل المقداد الكاتب والناشط السياسي من الدوحة قطر، وأيضا السيد تيسير القصيراوي الناشط الإعلامي ينضم إلينا من داخل مخيم عرسال. أبدأ معك سيد تيسير، أنت الآن في داخل عرسال، ماذا عن عودة اللاجئين السوريين إلى عرسال الورد، أعدادهم، أوضاعهم الأمنية والإنسانية والمعيشية؟ تفضل. سيد تيسير، يبدو أن الاتصال قطع. نعم سيد تيسير، عم تسمعني هلا؟ سيد تيسير أنا أسمعك. طيب، يبدو أن هنالك يعني تعذر في الاتصال أو صعوبة ربما بسبب المكان للسيد تيسير قصيراوي الناشط الإعلامي في جرود عرسال، وهو منطقة وفي منطقة نائية. على كل أحوال سنحاول قدر الإمكان أن نتواصل معه. أعود إليك سيد خليل، أهلا بك. بداية سيد خليل، هل يحق لأي دولة أن تضغط على اللاجئين الذين احتموا بها لكي تعيدهم إلى بلادهم، على الرغم من أن عودتهم ستشكل خطراً عليهم؟ أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولي السادة المشاهدين والمتابعين الكرام. أخي الكريم، هذا الأمر من البديهيات وتكفله حق اللاجئين في العيش بأمان والحصول على حياة آمنة وكريمة، حق تكفله كافة المواثيق الدولية، وليس من حق أي دولة ولا أي حزب حتى لو كانت الدولة المستضيفة لهم إجبارهم على النزوح ولا حتى أن الضغط عليهم باتجاه القيام بما لا يريدون. هذا ضد حق اللجوء. اللاجئ يجب أن يكون يعني لديه حقوق أكثر حتى من حقوق المواطن، يعني يجب أن يكون محميا بشكل كامل بعيدا عن أي ضغوط تمارس بحقه. لذلك ليس من حق أي دولة أن تقوم بهكذا أمر، لكن لو نحن نتحدث عن دول ولا نتحدث عن دويلات أو عن عصابات تسمى دول، اللبنان يعني عبارة عن تنظيم أو عدة تنظيمات يجمعها كيان يسمى لبنان، لكنه لا سلطة ولا سيطرة لهذه الدولة على مفاصلها وعلى مؤسساتها، لأن الذي يحكم هو حزب الله الإيراني. هذا الحزب الذي يورط اللبنانيين الآن والذي يعني يخوض مغامرة في المنطقة، ليس فقط في سوريا، هو يخوض المغامرة في العراق ويخوضها في اليمن ويخوضها في الكويت، ولديه خلايا نائمة في أكثر من دولة عربية، وهو من يتولى صراحة تدريب الخلايا النائمة لإيران لسبب حرية الحركة وإمكانية الحركة كونهم عرب كلبنانيون يغادرون ويعودون يسافرون إلى الدول العربية والخليجية وغيرها دون أن يثيروا الشكوك، وبالتالي لديهم مساحة من حرية الحركة تؤهلهم للقيام بهكذا نشاطات.
إذن نحن أمام مأساة منذ 7 سنين يدفع ثمنها المواطن السوري. طبعا لا ناقة ولا جمل لهذا المواطن المسكين في كل ما يحصل، لأنه كل ما هنالك هو قام بثورة أو بانتفاضة مطالبا بشيء من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية. طيب السؤال هنا، يعني أين المجتمع الدولي سيد خليل من كل ذلك، وماذا عن المنظمات المعنية وما هو دورها هنا؟ والله يعني هذا أمر فعلا محير وسؤال لا يستطيع أحد الإجابة عنه. يعني لا، أنا برأيي لا يوجد لا مجتمع دولي ولا منظمات إنسانية، وكلها مجرد أدوات نفاق وأدوات هلال أحمر، صليب أحمر، شمس حمراء، يعني أين هذه المنظمات؟ إلا بقدر ما تريد له هذه الدول أن يتحرك، تماما كالأنظمة العربية الوظيفية التي لا تستطيع أن تتحرك إلا بالمساحة التي يسمحون لها أن تتحرك بها. إذن يعني أصلا ما كنا لنصل لما وصلنا إليه لو كان هناك مجتمع دولي، ولو كان هناك عدالة، ولو كان هناك ديمقراطية، ولو كان هناك حرية يتشدقون بها. يعني اكتشفنا أن الحرية لكل المخلوقات ولكل الكائنات من جماد وحيوان ونبات عدا المسلم أو العربي. يعني هذا الكائن العربي المسلم لا يحق له أن يكون حرا، لأن حريته تشكل خطرا على الآخرين وعلى وجود الدولة، الكيان الصهيوني المزروع في قلب هذه الأمة، ولهذا أوجدوا له كل هذه الأنظمة التي تقوم بحمايته. طيب ماذا عن دور حزب الله وممارساته بحق اللاجئين، وكيف ترى هذا الدور؟ هذا يعني أقل ما يقال عنه أنه دور قذر. حزب الله يمارس دورا قذرا في سوريا، ما كان له أن يتورط فيها، وهو يجند الجميع. يعني حزب الله حتى يجند الأطفال، فعندما يجند الأطفال من طائفته ليقتلوا في سبيل إيران، فهو بالتالي لن يكون إنسانيا مع الطرف الآخر. من يضحي بطائفته وبأبنائه وفلذات كبده من أطفال وشباب وشيوخ، لا يمكن أن نتوقع منه أن يكون رحيما معنا. وانظر يعني القصير خير شاهد، يعني ما الذي فعلوه في القصير؟ انظر الآن عندما اقتحموا المخيمات في عرسال، مخيمات عرسال، طبعا الكثير من عناصر حزب الله يعني هم الذين يكونون رأس حربة في هكذا أحداث، ولكن بلباس أو بقناع الجيش اللبناني، يعني يرتدون الزي اللبناني وهم المسيطرون حقيقة، وهم الذين يتولون المداهمات وعمليات الاعتقال ومن ثم تسليمها لشعبة المخابرات والأمن العام. طيب لطالما دانت دول الخليج المنظمات الإرهابية والتي تقف بوجه إسرائيل، يعني حماس مثالا وغير حماس، ماذا عن حزب الله اللبناني الذي يرتكبه الآن؟ ماذا يمكن أن نسميه؟ مع لاجئين، مع أطفال، مع عزل، مع نساء، وللأسف يعني الجيش اللبناني يعني مول بمئات الألوف من الدولارات وربما بملايين الدولارات. بالمليارات يا أخي، بالمليارات. طيب نعم، عليك أن تفهم أمرا أخي الكريم. الآن ينظر لحزب الله، يعني المعادلة الجديدة في المنطقة، ينظر لإيران وحزب الله وبشار الأسد على أنهم حلف أو أعضاء في حلف مكافحة الإرهاب. لهذا لا يمكنك أن تتوقع شيئا من العرب الآن. العرب، الأنظمة التي قادت الثورات المضادة، دعمت أنظمة الاستبداد، وهي اليوم منتشية تماما. يعني هي وصلت إلى قناعة اليوم تعتقد أنها قد أنهت ظاهرة ما يسمى بثورات الربيع العربي، وهي الآن تكشف القناع عن وجهها. يعني الآن أصبح هناك مجاهرة بأن هذا الحاكم أو هذا النظام أو هذه الدولة قد أفشلت الخريف العربي، ما يسمى ربيع عربي، هذه المؤامرة الأمريكية. يعني تخيل أنت، يحق لكل العالم وللجن الأزرق حتى أن يحصل على حريته وكرامته وأن يغير أنظمته بسلاسة وديمقراطية وبسلام، لكن لا يحق لهذا العربي أن يطالب بشيء من حريته، بتغيير نظام سلما، بتبادل للسلطة. لذلك لا يمكنك أن تعول على موقف عربي، لأنهم يعتبرون حزب الله أو حزب الشيطان هذا
جزءا من منظومة الحرب على الإرهاب. طيب الآن قد يقول قائل يعني قطر، وأنت تتحدث من قطر، ولو سمحت لي بهذا السؤال، قطر كان لها دور كثيرا في لبنان قبلا من خلال تبادل الأسرى، وأيضا في جرود عرسال مع جبهة النصرة، وأيضا كان لها دور في إخراج مواطنيها في اتفاقية ما يسمى البلدات الأربع لو كنت تذكر. طيب أين الدور القطري الآن في إنقاذ هؤلاء اللاجئين السوريين في عرسال، أم أنهم ليسوا يعني مواطنين قطريين؟ هكذا يقول بعض، هذا ليس كلامي، تفضل. نعم نعم يا سيدي، نعم، أنا بالمناسبة كتبت مقال ونشر في أورينت نت على عن المسألة، عن اتفاق المدن الأربع، ولا لا حرج لدي أنا في أن أجيب على هكذا سؤال، رغم أنه ليس من اختصاصي أن أجيب عنهم، عن الإخوة في قطر، لكن بما أني مهتم بالشأن السوري، وبما أن هذا الأمر يعني يهمنا جميعا، وقطر كغيرها من الدول العربية منخرطة بالملف السوري، وأنا شخصيا ليس لأني أقيم هنا، لكن أنا أعتبر أن قطر كانت ربما هي الدولة العربية الوحيدة التي لعبت دورا إيجابيا في القضية السورية إلى أن حوصرت. يعني أنت تذكر حتى العام 2012 كان الجيش السوري الحر يتقدم عندما كان الملف بيد قطر، ثم سحب الملف من يد قطر وسلم للسعودية، وأغلقت حدود الأردن، ومنع إدخال حتى الرصاصة، الرصاصة لم يعد بالإمكان إدخالها إلى درعا، وأنا ابن درعا وأعلم هذا الكلام. لكن لاحقا يا سيد الكريم، أنت عندما يعني تبيع نفسك لا تتوقع من الآخرين أن يكونوا سوريين أكثر منك. أنت إن لم تكن سوريا لن يكون هناك أحد سوريا، أنت كسوري، وأنت كعربي إن لم تكن عربيا لا تتوقع من الأمريكي أن يكون عربيا أكثر منك. لا. نحن كسوريين للأسف السوريون، الفصائل الموجودة على الأرض ولاؤها ليس لوطنها وليس لثورتها وليس لعقيدتها، كل فصيل من هذه الفصائل مشغول بنفسه وبداعميه، هذا يتبع هذه الدولة وهذا يتبع تلك الدولة، وهذا مهتم بتأمين الطعام والشراب لعناصره، وهذا مهتم أيضا بتأمين الرواتب وغيرها، والرواتب تقطع وتفتح حسب الحاجة وحسب الضغط، الموك والموم يتحكمون، ثم أشغلوا لاحقا، أشغلوا قطر بنفسها. يعني الآن الحصار المفروض على قطر، لماذا؟ هل حقا يعني قطر يعني مثلا تدعم الإرهاب؟ أو هم الآن يريدوا أن يكفوا يد قطر عن الملفات في المنطقة، يعني تدعم مثلا الثورات في سوريا، في مصر، في اليمن، في ليبيا، لكن بالمقابل هناك من يدعم السيسي وحفتر والأسد وعلي عبد الله صالح، وهذا الموقف القطري يزعجهم صراحة، يعني رغم أنه كان يحاول أن يتماهى. ولك أن تنظر الآن، يعني لو أردنا أن نقول هناك اتفاقية تم تسريب المستندات الخاصة بها، الوثائق سربتها دول الحصار، هذه الوثيقة لو أنهم احترموها يعني قطر لا تستطيع أن تشذ عنها وستلتزم بها، يعني هي صحيح بنود خطيرة لكنها تعتبر أمرا جامعا لدول الخليج، لكنهم ومع هذا هناك خطة يبدو لتركيع قطر ونزع سيادتها تماما، يريدون أن ينزعوا سيادة قطر وألا تعود مؤثرة في أي من ملفات المنطقة، لأن القادم الآن هناك مخطط لإعادة تقسيم وشرذمة في المنطقة، وهناك محاصصة الآن في سوريا، سيتم فصل الجنوب إن كنت تعلم أو متابع لهذا الأمر، هناك فصل الجنوب، قد تكون هناك تدخل قوات عربية وأجنبية تمهد لهذا الأمر، سيتم القضاء طبعا على ما تبقى من هيئة تحرير الشام، النصرة سابقا والفصائل المتحالفة معها، سيكون هناك نوع من الاجتثاث بطريقة أو بأخرى، يعني لن يسمحوا لهم، لأن هذا الاتفاق الذي يراد به أن يكون للجنوب يستثني إدلب والشمال، هناك الملفات لا زالت مختلطة، ثم لدينا ما زالت دير الزور والرقة لم تحسم، الموصل، العراق، طيب. يعني تنظيم الدولة حتى قد يفاجئنا بأي حركة يستعيد أي من المدن، يدخل إلى أي مدينة جديدة في العراق ويسبب إرهاقات، هو الآن موجود حتى في سوريا وفي ريف حمص، في دير الزور، في الرقة، يستطيع أن يعود ويضرب بشكل سريع ومباغت في أي وقت وفي أي مكان لا نعلم. طيب بالعودة إلى ملفنا يعني لهذا اليوم، اللاجئين السوريين وطريقة إخراجهم، يعني ألا ينبغي
لحكومة الحريري سيد مقداد أن تجد حلا لهؤلاء اللاجئين السوريين بعد اتفاقية مثلا، ينبغي أن يكون هنالك اتفاقية لإخراجهم مثلا إلى إدلب فلنفرض، أو إلى جرابلس بدل أن يعودوا إلى كنف النظام. نعم نعم، علينا أن نلاحظ أولا هناك نقطة مهمة، العدد الذي يتحدثون عنه يعني جعلوا منها بروباغندا، هذا هذا موضوع عودة اللاجئين جعلوا منه بروباغندا، العائدون لا يتجاوزون العشرات، يعني قد لا يصلوا إلى 200 فرد. هذا أولا. ثانيا، المقصود من هذا الأمر هو عملية الدعاية، الماكينة الدعائية التي تعمل لصالح النظام. أيوة، شرعنة النظام. نعم نعم، على أنه النظام يستعيد سيطرته وأن السوريين يعودون إلى حضنه. ثم الأخطر من هذا أن النظام يتلهف على عودة هؤلاء من أجل تجنيدهم، لأنه يعاني من نقص عددي، يعاني من نقص في المقاتلين. أيوة، يريد أن يجند، وحتى لو استطاع أن يجند 200 إلى 300 إنسان، هؤلاء يشكلون لواء بالنسبة له. صحيح، يستطيع أن يزج بهم في أي من الجبهات. لذلك النظام يستميت من أجل عودة هؤلاء، وهناك الآن عودة من الذين خرجوا، للذين خرجوا سابقا من بعض مناطق ريف دمشق، يحاولون العودة الآن إلى مناطقهم. أخي الكريم، طيب بالنسبة للأعداد كما تتحدث هي مجرد 200 شخص أكثر ولا أقل. على كل الأحوال شكرا. لو تسمح لي بنقطة، تفضل. نقطة بالنسبة للحريري، يعني الملاحظ أن طبعا لا نستطيع أن نعول على الحريري، لأن الحريري وجماعة الحريري بشكل عام وسنة لبنان مغيبون. الحريري لم يكن له موقف في يوم من الأيام، يعني هو عارض النظام كمعارضة فقط لا غير، لكنه يتمتع. طيب، ولكن هو رئيس يعني جيد، ولكن هو رئيس حكومة، يعني هو رئيس حكومة، يعني اللافت في الأمر أن هؤلاء اللاجئين يعني تم أخذهم من 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 مخيمهم، وتم قتل العديد منهم تحت التعذيب، وهنالك منهم عاجزون من أهل القصير ومعروفون يعني، ولا يوجد لديهم أي سلاح، ولا وتم تلفيق هذا الأمر وتم قتلهم. يعني يا أخي ناهيك، يعني مثلا قتلوا داخل المخيم، والله كان عم يفجر نفسه، طيب ليست مشكلة، أنت اعتقلته، كيف تم قتله عندكم في المعتقل؟ هل كان يحمل أيضا قنبلة؟ كيف تم تعذيبه حتى الموت؟ هنا يعني دور الحريري، هو رئيس حكومة وقال سيتم التحقيق وأحال الأمر إلى التحقيق وما إلى هنالك، ثم تم تغييب هذا الأمر وحتى رمي كلمة الحريري على الأرض، لماذا؟ لا لا أبدا أبدا أبدا، بالعكس، الحريري امتدح موقف الجيش وامتدح ما حدث، وطلب أن لا من الجميع أن لا يزاودوا على الجيش بهذا المعنى. يعني هو منبطح تماما ومنقاد وموافق على كل ما حدث، وبالتالي فهو شريك، الحريري شريك فيما حدث، ولا يمكن أن نطالبه بأن يكون منصفا أو عادلا، لأنه ارتضى أن يكون شريكا للمجرم والقاتل. ولا يمكن أن نعول على الحريري، لأنه لا يمثل السنة ولم يمثل السنة في يوم من الأيام. الحريري أضعف من أن يمثل السنة أو أن يكون كلمة جامعة لهم. لذلك نحن علينا أن نفهم هذه الحقيقة وأن نتصرف وفقها. الحريري لا يمكن أن يقدم لنا شيئا البتة، وعلى السوريين يعني أن يحاولوا اللجوء إلى المنظمات الدولية لتشكيل ضغط على الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها. أشكر جزيل الشكر سيد خليل المقداد الكاتب والناشط السياسي، كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة، وأيضا نعتذر منكم مشاهدينا لأننا حاولنا أن نتواصل مع سيد تيسير القصيراوي الناشط الإعلامي من مخيم عرسال، ولم نتمكن من ذلك بسبب بعده ربما أو عدم وجود تغطية للشبكة هناك. على كل أحوال الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم مجددا في أخبار جديدة لنكشف لكم تفاصيلها ونغوص معا بين ثناياها. هذه تحيات محدثكم عمار الشاعر، لكم منا كل المحبة، دمتم بخير وإلى اللقاء.